انت استثمر شويه مصاري معنا ايه لحتى تاخد بوليصه تامين مدى الحياه مع ربح كبير. اهلين حبيبتي، تعي اجيتي بوقتك. تعي عدي، شوفي كنت عم فكر اشتري بوليصه تامين، فقلي لي شو رايك اي احسن. انا كنت ناطرك لحتى ننقي انا وانتي مشان نامن على حياه ابننا لما يجي. تعي ساعديني، يلا تعي. حبيبي هالشغله ما لها ضروريه، برايي انه هي هدر للمصاري. حبيبتي بترجاكي انك تفكري منيح، لانه الحياه ما بتمشي مثل ما بنخطط لها. هدول بوليصات التامين بكره بدهم يساعدونا ونلاقيهم بوشنا وقت اللي بنحتاجهم. بركي لا سمح الله، الله مو كاتب لنا انه نعيش كتير، يعني بركي الله اخذ امانته لشي واحد منا، ساعتها شو بده يصير بالولد؟ ها، مشان هيك نحن لازم نامن على حياته لابننا من خلال بوليصه التامين. تعالي وعدي معنا، انا كان برايي انه هي الثالثه شو فيها احسن وحده فيهم، لانه بهي رح يكون في عنا عائدات وتضمن لنا حياه امنه. يعني بكره انا وانت لما بدنا نختير رح نكون مرتاحين، واكثر شيء رح يريحنا انه نحن امنا على حياه ابننا. شو قلتي مريشي؟ انا قلت لك قبل نحن هيك عم نبعزق مصارينا وبس. ايه بس يا حبيبتي، هي انا حكيت اللي عندي وما رح غير رايي. فهميني شو السبب؟ شو بتقصد؟ طيب قلي مين اللي بده يتكلف في هالشغله يا ريشي؟ انت لهلا ما عندك شغل، ومثل ما بيصير بالعاده ما حدا رح يتكلف غيري بهالقصه. شو؟ معك حق، بس انا هلا عم دور على شغل وانت بتعرفي هالشيء. طيب ماشي ماشي، بكره بس تلاقي شغل لك نحكي بهالموضوع. ماشي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفره على وياك مجانا وبجوده عاليه.